السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني والثالث الثانوي دفعة 2018-2019. ظهر تحديث جديد للتابلت وهو إصدار جديد للنوكس، فعلى الطلاب توصيل التابلت بشبكة واي فاي وقبول التحديث، وهنشوف مع بعض إزاي أحدث التابلت بالإصدار الجديد. من الضبط بختار تحديث البرنامج، اهو بلاقي كمان فيه اشارة انه فيه تحديث للبرنامج موجودة، فاضغط واختار تحديث البرنامج واختار تنزيل التحديثات يدويا، وبلاقي هنا معلومات عن التحديث، الاصدار بتاع التحديث وحجم التحديث والمميزات او الميزات الجديدة للتحديث، وبلاقي هنا التحديث لاحقا او اثناء الليل او التثبيت الان. ولو تم اختيار التحديث اثناء الليل هيتم التحديث بين الساعة 2 والساعة 5 صباحا، فاحنا هنختار التحديث الان وهنتظر. هلاقي انه تم التحديث بنجاح، هضغط موافق. بالنسبة لشباب الناس اللي منزلش عندها التحديث، التحديث بينزل على مراحل، لانه مش هينفع طبعا هيتحدث التابلتات كلها على مستوى الجمهورية في وقت واحد، فبتنزل التحديثات تباعا فما نتشغلش ابدا. ولكن ممكن تعرف اصدار النوكس عندك وتعرف معلومات عن التحديث. لو انت عايز تعرف معلومات اخر تحديث تم على الجهاز عندك، من الضبط تختار تحديث البرنامج وبتلاقي معلومات عن اخر تحديث تم، تاريخ اخر تحديث ومعلومات اخر تحديث. بعد ما بتشوف معلومات اخر تحديث وبتلاقي انه اخر تحديث تم معك في تاريخ اليوم، ده معناه انك انت حملت اخر تحديث تم للتابلت. لو اول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.